مشاهدينا، وللحديث عن سعي واشنطن للتضييق على شحنات الأسلحة المهربة من إيران إلى ميليشياتها في اليمن، معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي. السلام عليكم. أسعد الله مساءكم، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، شكرا لك. وزارة العدل الأمريكية تتحدث عن احتفاظها أكثر من 1,000,000 قطعة من الذخائر والتي صادرتها البحرية الأمريكية في كانون الأول الماضي، كانت في طريقها إلى اليمن من إيران. كيف يمكن فهم السياسة الأمريكية تجاه إيران في اليمن، خصوصا في ملف التسليح؟ هل تغيرت نوعا ما؟ من الواضح أن هناك تصعيد أمريكي، وهذا التصعيد لا يأخذ طابعا سياسيا أو طابع ضاغط بالمعنى السياسي، وإنما اليوم هناك فاتح ملف ذي طابع قانوني. هناك مدعي عام أمريكي بات يتعاطى مع هذه القضية ويتعامل مع هذه الأسلحة كمحرزات ضمن تهمة موجهة لإيران تتعلق بتهريب أسلحة تقليدية متطورة لإدامة النزاع في الساحة اليمنية. بطبيعة الحال هذا استدعاء لافت للنظر في هذه المرحلة، خصوصا وأن عملية اعتراض البحرية الأمريكية لهذا السلاح تم في ديسمبر الماضي وفي يناير، وهذا الأمر يعني قبل شهرين تقريبا أو أكثر من الاتفاق إعادة العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران والذي تم برعاية الصين. ربما تشكل هذه الخطوة الأمريكية نوع من الضغط على هذه التفاهمات الإيرانية السعودية الآن، وربما تضع إيران أمام تحدي الثقة واختبار إرادتها فيما يتعلق بمدى جديتها في التفاهم مع المملكة العربية السعودية وفقا لمنصوص هذا الاتفاق. وبطبيعة الحال الحرب في الساحة اليمنية هي واحدة من المحركات الأساسية التي دفعت إلى إبرام هذا الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران. نعم. وفي هذه الحالة إذا ما استمرت إيران في تصدير الأسلحة وفي تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، فإن محصلة هذا الاتفاق لا معنى لها، تكاد تكون صفرية، خصوصا وأن هذه الأسلحة أصلا هي تهدد وتقوض الأمن الإقليمي وتهدد بشكل أساسي ومباشر المملكة العربية السعودية، إلى جانب أنها تغذي الصراع في الساحة اليمنية وتطيل أمد مأساة اليمنيين وتمنع استحقاق يعني تحقيق السلام على الساحة اليمنية. في الحقيقة الحجج الأمريكية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها مطلقا، ولكن لا شك أن هناك توظيف سياسي في هذه المرحلة لقضية منها هذا النوع. نعم. ومع ذلك لا يستطيع أي طرف إقليمي بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن يتجاهل هذه الإجراءات الأمريكية، لأنها تتعلق بإجراءات تمت على أرض الواقع وتم خلالها اعتراض أسلحة كانت ستصل إلى الحوثيين. نعم. بكل ما تشكله من تهديد على الساحة اليمنية والسعودية. ولكن هنا التساهل الأمريكي، إلى أي مدى ساهم بأن يصل الحوثيون إلى هذا المدى من النفوذ وإطباق السيطرة على اليمن، ورفض حتى الهدنة الأممية في كل مجالها، رفض التدخل الإقليمي، إيقاف كل عمليات القصف وتضييق على المدنيين، إلى أي مدى ساهم هذا التساهل الأمريكي وغض الطرف عن تهريب الأسلحة بوصول الحوثيين إلى هذه النقطة من القوة؟ لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور كبير في تمكين الحوثيين وفي وصولهم إلى صنعاء وفي التغطية على وصولهم إلى صنعاء. طبعا على مدى 8 سنوات الماضية كان هناك تطورات وكان هناك حجج ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها أن الحوثيين شركاء في مكافحة الإرهاب، والإدارة الديمقراطية سواء في عهد أوباما أو بايدن رأينا هاتين الإدارتين تقفا بشكل واضح وصريح إلى جانب الحوثيين وإلى جانب المنظومة الشيعية التي يعني تتولى النفوذ عليها الإيران. الإدارة الأمريكية الديمقراطية في عهد أوباما سعت لتمكين إيران على مستوى المنطقة وضغط حتى على المملكة العربية السعودية من أجل تقاسم النفوذ مع إيران والقبول بإيران كأمر واقع. في الحقيقة الحوثيون مدينون في كل ما حققوه في 21 سبتمبر أيلول 2014 للدعم الخفي الأمريكي الذي أبقى سفراء الغرب في صنعاء يعني في حالة ارتياح كامل، بينما الحوثيون يتقدمون باتجاه صنعاء. استمر الأمر هذا لسنوات، وهناك شحنات أسلحة كثيرة تم اعتراضها من قبل البحرية الأمريكية لكن انتهت إلى لا شيء. بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعاطى معها قانونيا كما هو اليوم.
طيب هنا أيضا يعني كيف يتم نقل الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي؟ هل هناك إمكانية لكشف هذه الأسلحة؟ هل هناك إمكانية لأن تصادر، لأن يتم الإخبار عنها؟ مليون قطعة ليس بالرقم القليل، وهناك أكيد بالتأكيد شحنات سابقة وصلت إلى الحوثيين على مدار من 2014 ولغاية اليوم بشأنها، وهناك شحنات تم اعتراضها. اليوم وزارة العدل الأمريكية تتحدث عن شبكة إيرانية تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا شك أن تصريحات من هذا النوع تستند إلى معطيات ميدانية لها علاقة بكشف أو إماطة الإثام على المتورطين ضمن هذه الشبكة. ولهذا قررت الإدارة الأمريكية تحريك المسألة قضائيا، بمعنى أنها ليس فقط لديها أدلة من خلال الأسلحة التي تم اعتراضها، وإنما أيضا لديها قدرة للوصول إلى أطراف الشبكة الممولة من إيران والتي ترعاها إيران. ولا ندري في الحقيقة إلى أي مدى يمكن أن تتطور هذه القضية بحيث تشكل ضغطا سياسيا واستراتيجيا على إيران، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي. لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية لم تكن حاسمة بهذا القدر الذي نراه اليوم، بل كانت كما سبقت الإشارة كانت متساهلة جدا مع الحوثيين، حتى أن مسألة حظر الأسلحة على الحوثيين لم تدخل حيز التنفيذ، يعني بمعنى التعاطي مع الحوثيين كمنظمة، يعني لم تدخل حيز التنفيذ التي شباط من العام 2022. قبل السنوات التي سبقتها لم تكن جماعة الحوثي تخضع للعقوبات سوى أشخاص فقط في هذه المنظمة، وهذا يشير إلى أن هناك تواطؤ في الحقيقة مع جماعة الحوثي من جانب الدول الغربية، ساهم إلى حد كبير في مفاقمة الأزمة وفي تمكين الحوثيين على المستوى العسكري والسياسي طيلة السنوات الماضية. بالعودة إلى الاتفاق الإيراني السعودي، هل يعول بالفعل على الدور الصيني في إتمام هذا الاتفاق وأن يدفع الأمور لقدما للحل في اليمن، أن ربما يعني يتم التقييد فعلا عن الحوثيين؟ لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه النتائج الإيجابية. بطبيعة الحال ما يهم الصين هو أن يكون هناك علاقة وفاق بين أهم مصدرين للنفط في المنطقة للسوق الصينية، وبقاء العلاقة متوترة بين الدولتين يؤثر بشكل أساسي على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الصين مع كل من إيران والرياض. ولكن لا شك أن الصين ربما لديها استعداد للمضي قدما في تحقيق الوفاق بما يسمح بتهدئة مخاوف المملكة العربية السعودية وإنهاء وإغلاق ملفات الخلافات من ضمنها الملف في اليمن. لكن هذا الأمر أعتقد أنه لن يترك للصين وحدها، والتصرفات الأمريكية والتحركات الأمريكية الأخيرة تشير إلى أن هناك تعقيدات وضعت أمام الصين وتشكل بالنسبة لها اختبارات صعبة، خصوصا أن الولايات المتحدة طبعا تمتلك نفوذ على مستوى مجلس الأمن وتلوح بأوراق لا تستطيع الصين إنكارها ولا يستطيع طرفا الاتفاق أو التفاهم، وأقصد بهما إيران والسعودية تجاهلها. بالتوازي مع ذلك أستاذ ياسين، هل يمكن التعويل سياسيا على خطوة تبادل الأسرى الأخير المتضمن إطلاق سراح 887 أسير؟ هل هناك من تفاؤل قريب حيال هذا الموضوع؟ والله الاتفاق أو تفاهمة ستوكهولم كانت تقضي يعني إنهاء هذا الملف بشكل كامل، يعني كل المعتقلين لدى الحوثيين يتم إطلاق سراحهم، وكل الأسرى الموجودين لدى السلطة الشرعية والتحالف يتم إطلاق سراحهم، انتهى الأمر. لكن يبدو أن هناك من يستثمر هذا الملف الإنساني البحث، يستثمره سياسيا ويحوله إلى ورقة ابتزاز، ومن ضمنهم بطبيعة الحال إيران وجماعة الحوثي. الصفقة الأخيرة تلاحظون أن المستفيد الأكبر منها هو الحوثي، والسبب يعود إلى أن في الجانب الآخر من الصفقة كان هناك 16 أسير حرب سعودي وثلاثة أسرى سودانيين وبعض القيادات السياسية من الشرعية من ضمنهم شقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذا الأمر الذي جعل هذه الصفقة تمضي بهذه الطريقة وعن طريق جولة مشاورات صورية في 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 سويسرا. لكن أنا أعتقد أنه حتى هذه الصفقة أيضا اكتسبت أهميتها من كونها أعطت دليل على أن التفاهمات السعودية الإيرانية بدأت تؤتي أكلها، لكن ستبقى قضية الأسرى والمعتقلين عالقة ومشكلة كبيرة في سياق الأزمة اليمنية. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
شكرا لك.